مشاهدينا في كل مكان. يتواصل معكم هذا النبض الصباحي في صباح الشروق، وتحايا الصباح لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد، ومجموعة من الحرف والمهن دائما نقدمها من خلال هذه المساحة. أرزاق. التحف والمخطوطات الخشبية هي إحدى الصناعات اليدوية المنتشرة في السودان، والتي تعتمد على الأخشاب المحلية كمادة خام يدعمها التفكير والخيال الواسع في اختيار التصاميم والأشكال الجمالية المعبرة عن مواهب عديدة لقطاع كبير من الفنانين المهرة الذين يتسابقون في ابتكار التصاميم المختلفة حتى صارت لهم حرفة يعملون بها. سايمون كان أحد الحرفيين الذين يعملون بهذه المهنة. بيشتغل العينات المختلفة دي للأناتيق والتحف زي ما هم شايفينه هسه، يعني بنسوي إنه في الغسلان وأفيال والأفارق دي. يعني أصبحت المنحوتات الخشبية من تحف ومخطوطات يدوية محل اهتمام المواطنين كواحدة من مكونات زينة المنازل التي تناسب ذوق الأسر السودانية. طبعا بنجي سوق التحف والأناتيك، الواحد لما يكون عنده الغرض بتاع هدية، في غرض بتاع تنظيم المنزل أو في حاجة جديدة نعملها لتزيين المنزل، فبنجي هنا محل الأناتيك. ولو جيت عينت الأناتيك دي بتلقاها حقيقي صناعة يعني خفيفة. تنظر وزارة السياحة إلى التحف والمخطوطات بأنها فلكلور سوداني تتعدد فيه ثقافات الإنسان السوداني وفق العوامل البيئية المحيطة به في الأقاليم المختلفة. تحول كبير شهدته صناعة التحف من مادة بسيطة إلى معروضات تجارية انتشرت مواقعها. الاهتمام المتزايد بالتحف والمخطوطات والمنحوتات الخشبية من قبل مكونات المجتمع المختلفة بصورة كبيرة جعلها من أهم المقتنيات الأثرية، فهي لوحة جمالية تراثية تعبر عن هوية ثقافية سودانية.